عن العرض، كرة ودادية، فرصة بديع، عرضية جول باي. النقطة التي تسير دابا، فرحة سيرية للجماهير الودادية في مختلف بقاع العالم. جماهير الوداد الذي الآن سعد بدا الهدف الذي سجل بعد لمسة جميلة بالشيء اليمنى تستثمر على النحو، ونشاهد في هذه الهفوة الدفاعية التي الانطلاقة كانت من الشيء اليمنى حيث الهفوة هنا كان سوء على مستوى إبعاد هذه الكرة يلعب من الشيء اليمنى الانطلاقة والسيطرة العرضية على المقاس فاتشة اللاعب الذي لم يضيع هذه الفرصة. تسومو لمسة وهي لمسة فنية وهي فنية، هدف وهي هدف عالمي في اللحظات الأخيرة، ختام ومسك يقال لو يحقق الويد اللقب، لو يحافظ على هذه النتيجة كما يقال ختام ومسك بلمسة تسومو الذي سجل هدف من ضربة ميقا سوايا لتشعل جنبات